في ولاية تطاوين هي المبادرة الأولى من نوعها، إحداث شركة أهلية مختصة في الإنتاج الحيواني وتثمين الثروة الحيوانية في ولاية تطاوين، أقدم على بعثها مجموعة من الشبان المشتغلين في هذا المجال والقادرين على الاستفادة من هذه الخصوصيات التي تمنحها الشركات الأهلية للاستثمار ودعم موارد الرزق بالجهة. الشركة الأهلية هذه خاصة مبدئيا بالنسبة للبيارق، خاصة بالإنتاج الحيواني، كل ما هو حيوان، غنم، بل، بقر، ماعز. أما صعوبة في العلف وصعوبة في معناها مربين المواشي توي معناها في معاناة الحق في الجهة هذه في تطاوين. مطلوب؟ مطلوب دعم الدولة، الحكومة فهمتني، ولا تنظر للجهة هذه بعين الاعتبار في المجال، معناها اللي نحكي فيه المجال نتاعنا احنا التربية الحيوانية. وزير الشؤون الاجتماعية تابع نشاط هذه الشركة الأهلية الأولى من نوعها في جهة تطاوين، مشجعا القائمين عليها على مزيد تطويرها والاستثمار في هذا المجال من أجل حماية هذه الثروة الحيوانية ودفع التشغيل بالمنطقة. يرينا انه في قلب في الصحراء والاهالي نجحوا في تكوين الشركه هذه اللي باش تثمن المنتوجات والثروه الحيوانيه، اللي بالتالي باش يكون عندها منفعه كبيره وفائده على المنطقه، وفي نفس الوقت تعدل السعر نتاع اللحوم اللي موجوده. من هي ثم برشا مخرجات تنجم تكون في علاقه بالاسمده اللي تنجم تخرج منهم اللي تساعد أهم في تطوير الفلاحة. هذه الشركة الأهلية واحدة من 4 شركات أهلية تم تأسيسها في جهة تطاوين، وحظيت بكل الدعم من السلطات الجهوية إجرائيا وماليا من خلال التشجيع القائمين عليها على المواصلة في إحداثها.